مساء الفل على حضراتكم. انا عمر اسماعيل وانتم بتتفرجوا على حلقه جديده من برنامجكم نقنقه. النهارده هنعمل مع بعض محشي الفلفل الوان بالفراخ والجبن، وبعد كده هنعمل مع بعض عصير البرتقال الهواي. خلينا لكم بسرعه ايه المكونات اللي معانا النهارده في المحشي الفلفل الوان. عندي فلفل الوان احمر واصفر، يبقى شكلها بس حلو كده وكبيره شويه عشان تمسك نفسها. عندي شويه صدور فراخ متقطعه مكعبات صغيره، عندي جبنه موتزاريلا مبشوره وجبنه شيدر احمر مبشور، وعندنا بصل برضو متقطع صغير خالص، وعندي شويه ساور كريم وشويه بقدونس. اما بالنسبه للتوابل بقى عندي ملح فلفل، كمان هستعمل بابريكا سماء توم بودره عشان نعمل الميكس بتاع الفراخ. طيب اول حاجه خالص انا عندي طاسه اهو على النار، حط لها شويه من الزيت، وهجيب شويه الفراخ هديها تتبيله كده من الملح والفلفل، نزل البصل في الزيت، وبرضو رشه صغيره قوي من الفلفل الاسود. هسيبه كده اهو يدبل مع نفسه. طيب قلنا كده عندنا كمان ايه، عندنا توم بودره وبابريكا وشويه سمق. توم البودره، واخيرا شويه صغيرين من السمق. انا سبت كده البصل دبل، احنا مش عايزينه برضو يطرى قوي، فهديله بس كده ايه تقليبه كده، وعلى طول هنزل فيه الفراخ. هدي الفراخ نقطه زيت زيتون من فوق واقلب على طول اهو. هجيب فلفل الالوان، هاخدها واحده كده في النص، وهنا هنعمل بس اهو، واقدر ان انا افصل الحته دي ويبقى عندي اهو النص زي ما هو. معلقة صغيرة اتأكد ان انا فضيت البذر كله منها، اجيب بولة فاضية، احط شوية من الجبنة عشان انا عايز اخلي الجبنة نحطها على الوش برضو في الاخر، فاحط تقريبا نص الكمية بتاعت الجبنة اهو من الموتزاريلا ومن الشيدر الاحمر، واحط شويه اللي فاضلين دول على بعض عشان نبقى نحطهم على الوش. اديهم كده تقليبه صغيره، انا كده فراخ خلاص تمام، هطلعها على طول. بعد كده هزود البقدونس اهو، وهزود الساور كريم، وهدي بقى الخليط ده كله كده تقليبه كويسه. وكده انا عندي خلطة الفراخ، عندي الجبن،
وعندي الفلفل الالوان. هجيب كده فايركس اهو، نقطه صغيره قوي من الزيت، هديها دهنه كده. وانا بقى بايدي كده بنفس الفرشه بدي بس حته كده على الفلفل نفسه قبل ما احطه اهو. وهو كده في البايركس زي ما هو. هناخد الخليط بتاعنا بتاع الفراخ، هنبتدي اهو نملاه كله للاخر. واخر حاجة خالص هحط الجبنة على وش القطع كلها. كده كده احنا عندنا جبنة كمان في الخليط نفسه ومع السخونية، ساحة مسكت مع الساور كريم، فهتعمل في الاخر تبقى برضو من جوه كده فيها زي صوص حلو قوي. كده تمام قوي، وزي اي حاجة اخر بس رشة كده صغيرة من الفلفل الاسود. وهناخد البايركس ده زي ما هو، هندخله الفرن. احنا كل حاجة تقريبا عندنا مستوية، فاضل بس الفراخ تاخد لها سنة السوى، مع ان الجبنة اللي جوه تسيح والجبنة اللي فوق تاخد وش، فاحنا بنتكلم في حاجة 10 دقايق مش هتاخد وقت خالص. خلينا نطلع فاصل بسرعة احطها في الفرن، ارجع اوريكم شكلها كان عامل ازاي ونعمل مع بعض المشروب. متروحوش في حتة. رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل. أنا دخلت زي ما قلت لكم الفلفل الألوان، قعد تقريبا ربع ساعة بالظبط في الفرن، وزي ما انتم شايفين الجبنة ساحت وخدت لون حلو قوي، ومن جوه عشان احنا حاطين فيها برضو الجبنة والساور كريم فهتبقى كده كريمي وحاجة حلوة قوي. طيب نروح دلوقتي لمشروب البرتقال الهواي. احنا معانا النهاردة عصير برتقال، عندي عصير أناناس، شوية سيرب فراولة مركز، وشوية فراولة فريش، و في الاخر خالص عندي شوية مكعبات تلج. طيب خلونا نبتدي كده، هنبتدي الاول بالفراولة. الجميلة دي وهحط معاها شوية من السيرب، احط عصير الأناناس. هجيب الكاسات وهنصب اهو الميكس اللي عملناه بتاع الفراولة. هنجيب مكعبات التلج وبعد كده هننزل اهو بعصير البرتقال
واخر حاجه نديها بس سنه كده من السيرب اهو. نجيب حتت الفراوله نعلقها كده بس على الطرف، تدي يعني شكل ايه جمالي برضو للموضوع اهو. نشيل المهد بتاعتنا ونبقى احنا كده خلصنا عصير البرتقال الهواي. عملناه حطينا معاه فراوله، حطينا معاه فراوله سيرب، حطينا معاه عصير اناناس وعصير برتقال، وعملنا معاه طبعا الفلفل المحشي بالفراخ والساور كريم. كده وصلنا لاخر حلقتنا النهارده، ارجو ان تكون الحلقه كانت سريعه والوصفات كانت حلوه ومتنوعه ومترقعه وعجبت حضراتكم. خشوا على صفحاتنا على السوشيال ميديا قولوا لي ايه رايكم في اللي بتشوفوه لحد دلوقتي، ولسه عايزين نشوفه معانا ايه تاني. اشوفكم الحلقه الجايه، سلام عليكم.